السلام عليكم، معاكم ياسمين عرفات. هنعمل مع بعض كيكة الشواية أو كيكة الطبقات. كيكة سهلة جدا، هتنجح معاكم من أول مرة وهتعجبكم جدا جدا، وكيكة حلوة لأي حد بتفشل معاه الكيك لأي سبب، وتقدروا تفتحوا عليها باب الفرن في أي وقت وبقلب جامد. هندخل على المقادير ونقول 2 كوباية من الدقيق، 1/2 كوباية من النشا، 4 بيضات عليهم رشة من الفانيليا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة ونص من الكاكاو الخام، 1 كوباية زيت، 1 كوباية لبن، 1 كوباية سكر. ندخل على الطريقة. هنخفق البيض كويس قوي حوالي دقيقة أو دقيقتين لغاية ما قوام البيض يتضاعف معايا. هننزل عليه ب1 كوباية السكر ونستمر في الخفق لغاية ما اللون يبقى فاتح معايا. هنشوف اللون هيبقى فاتح ازاي. زي ما احنا شايفين كده، وننزل بباقي السوائل، ننزل بالزيت ونخفقه مش كتير، وننزل باللبن. هنا انتهت مرحلة المضرب. هنبتدي نجهز خليط الدقيق. هنضيف عليه النشا والبيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح، وهنقلبهم كويس لغاية ما يختلط تماما. زي ما احنا شايفين كده، هننزل بخليط الدقيق على الخليط السائل، وهنقلبه كويس من فوق لتحت وبالراحة لغاية ما القوام يبقى ناعم تماما معايا ومفيهوش اي تكتلات خالص. وينزل معايا من المعلقة سير واحد ما يقطعش، ده القوام المظبوط لأي كيك. شايفين هيبقى القوام ناعم ازاي؟ شايفين ينزل من معلقة، ينزل سير واحد زي ما احنا شايفين كده. هنقسم الخليط نصين بالتقريب، وهنضيف على نص منه الكاكاو الخام. ولو حسيت وهنقلبهم، لو حسيت ان القوام تقل معايا هنضيف عليه معلقه من اللبن او الميه. هو كان تقل شويه، انا ضفت عليه معلقه من اللبن وقلبته، وينزل معايا برضو من المعلقه، يبقى نفس القوام سير واحد. هنجهز صينيه الومنيوم او بايركس مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق. هننزل بنص الخليط الابيض وهنفرده كويس، وهندخله فرن سخن على درجة حرارة 180، الشبكة في النص لمدة 10 دقايق، وقبل ما يخرج نختبره بأي حاجة. هنجهز الصوص اللي هنحطه عليها. معايا 1 كوباية من اللبن، معلقة كبيرة من السكر، ونص 1 كوباية مية دافية. هنقلب فيهم معلقة كبيرة ونص من النشا، ونص معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ونقلبه كويس. وننزل بقطع من الشوكولاتة الخام، ومع نص معلقة كبيرة من الزبدة. لو ما فيش شوكولاتة ولا زبدة مفيش اي مشكلة، نكتفي بالنشا والكاكاو بس، هيبقى جميل جدا. بس هو ده الشوكولاتة والزبدة بتخلي الطعم غني شوية. هنقلبه ونسيبه على النار لغاية ما القوام يتقل معايا زي المهلبية. هنصفيه عشان ما يبقاش معايا اي تكتلات خالص. زي ما احنا شايفين كده، وهنغطيه بكيس، الكيس يكون ملامس الطبقة الصوص عشان ما يكون ليش قشرة معايا. الكيك خرج من الفرن، هنضيف عليه نص خليط الشوكولاتة. وهنا هتبقى انتهت مرحلة الفرن، ونبتدي نفتح الشواية على نار هادية. هياخد معايا من 5 ل7 دقايق، وكل طبقة بعد كده تاخد معايا من 5 ل7 دقايق. خرجت معايا اهي، هنضيف عليها باقي الخليط الفاتح، هيدخل برضو تحت الشواية ونسويها كويس. شايفين قد ايه لونها جميل؟ هنضيف عليها باقي خليط الشوكولاتة، ودي اخر مرحلة خلاص. بجد كيكة حلوة جدا. وبعد ما تخرج معايا هنسيبها لما تبرد تماما ويكون الصوص برد معايا. هنفرده على الكيك، تقدري تعملي جناش او دانيت او نوتيلا زي ما تحبي، بس المهم الصوص يبقى تقيل. بس الصوص ده بجد حلو قوي مع الكيك. هنبتدي نقطعها اي تقطيع انت تحبيها واي حجم، وهزينها بالكريمة والكريس. قد ايه يا جماعة قوامها جميل جدا، وفعلا كأنك بتاكلي جاتو او تورته، يعني حلوة قوي قوي. جربوها هتعجبكم قوي، وغير انها سهلة لو اي ضيوف جايين لك في اي وقت تقدري تعمليها بكل سهولة.
حتى لو هتشتري الدانات او نوتيلا من بره وتفردي الصوص عليها هيبقى حلو وهايل جدا. انا زينتها بالكريز، ممكن باي فواكه زي ما تحبي او من غير خالص، هي في كلا الاحوال جميله قوي. هنشوف الطبقات قد ايه جميله. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك واشتراك القناة وشير طبعا، وطبعا مع الكيك ده لازم كوباية شاي أخضر. وخير ختامي، السلام عليكم.